أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. إذا 16 ماي هو اليوم العالمي للعيش معا في سلام. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. اليوم سنتعرف على شخصية ابن الشاطر، هو أبو الحسن علاء الدين بن علي المعروف باسم ابن الشاطر، عالم فلك ورياضيات مسلم دمشقي. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. مثل الزهور والطيور نهدي للناس. إلا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.